95.5. اليوم في قالوا دكتور باش نحكيو على الدود عند الأطفال، شنو ما الأسباب والأعراض، ولأنه فما أنواع في الدود عند الأطفال وينجم يكون معدي وإلا لا، والوقاية والعلاج كيفاش يصير؟ هذا وأكثر تجاوبنا عليهم الدكتورة نسيمة البلحودي، طبيبة استشفائية جامعية في طب الأطفال. باش تتفاعلوا معنا كلمونا على 70 35 120 وإلا على 77 288 322. ما لكونوا في الموعد اليوم على 10 متاع الصباح مع رحية مع الحياة فيه. سانتي 5.5، صحتك بالدنيا. ما تنساو سيت اوفيسيل 18e جورني ناسيونال دو لا ريشيرش ان بسيكاتري، هذا تو دو سويت في الاجندا سانتي. اجندا سانتي. C'est officiel les 18e journée nationale de la recherche en psychiatrie. هذا من تنظيم la société tunisienne psychiatrie hospitalo universitaire, l'association tunisienne de recherche psychiatrie. هذا اكثر باش تلقاو 18e journée nationale de la recherche en psychiatrie باش تكون ايامات 18-19-20 مايو 2023. لي تيم بالنسبه للسنه باش يكون l'utilisation de l'exposition à la réalité virtuelle en psychiatrie, l'intelligence artificielle en santé mentale, gestion de la colère, troubles spécifiques des apprentissages. هذا تنجمو تلقاو اكثر تفاصيل كي تدخلوا على الباج اوفيسيال فيسبوك، وين تلقاو اللين تلقاو لو بروغرام كامل. نذكركم هذا فيما يخص لي 18e جورني ناسيونال دو لا ريشيرش ان بسيكاتري، ايام 18-19-20 مايو 2023، من تنظيم لا سوسيتي تونيزيان دو بسيكاتري اوسبيتال يونيفرسيتير اي لاسوسياسيون تونيزيان دو ريشيرش ان بسيكاتري. اهلا وسهلا بكم الناس الكل. بعد شويه باش تكون حاضره وحدنا الدكتوره نسيمه البلحودي. نذكركم 77 288 322، هذه ارقامنا اتصلوا بها.